وحول هذه المشاركة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبوظبي محمد عبد الغفار، المنسق الإعلامي لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم. أهلا بك محمد، عشية المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس أمم آسيا، لو تضعنا في صورة استعدادات المنتخب لهذه المباراة. مساء النور. طبعا بالتأكيد منتخبنا على وشك المشاركة بعد ساعات في افتتاح بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 اللي راح تكون البطولة الكروية الأكبر في تاريخ القارة الأسيوية. المباراة راح تجمعنا بالمنتخب الإماراتي وهو المنتخب الخبير في هذه البطولة واللي سبق وأن وصل إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأسيوية وسط جماهير المتوقع طبعا أن تحضر بعدد كبير يفوق 40,000 متفرج. طبعا منتخبنا على أتم الاستعداد والجهد إن شاء الله لهذه المواجهة. كل الأعداد كان برنامج طويل جدا ابتداء بمعسكر الصيف اللي كان في جمهورية التشيك في شهر يونيو. نعم. بعدها طبعا تجمع المنتخب على عدة مراحل سواء في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وصولا إلى التجمع النهائي اللي كان بدأ في العاشر من ديسمبر في العام الماضي. طبعا استمر على مدى أكثر من 3 أسابيع. خلال هذا المعسكر لعب المنتخب الوطني 3 مباريات، انتهت الأولى بفوز بخماسية نظيفة على منتخب طاجكستان، أتبعها بفوز أيضا على منتخب لبنان بهدف دون رد، وأنهى استعداداته بفوز على منتخب كوريا الشمالية المشارك أيضا في هذه البطولة برباعية نظيفة ليدخل هذه البطولة طبعا بعد سلسلة هذه الانتصارات اللي أعطت الفريق دفعة كبيرة من الثقة. نعم. ودفعة كبيرة من المعنوية وأعطت المزيد من التجانس، لذلك نأمل إن شاء الله بكرة تحقيق نتيجة إيجابية تفرح شارع البحرين إن شاء الله. نعم محمد، يعني نعول الكثير على العناصر الشابة في المنتخب الوطني وهم بالطبع يحتاجون إلى دعم، ما هي توقعاتكم للحضور الجماهيري لمؤازرة المنتخب الوطني؟ طبعا سمعنا عن الكثير من المبادرات اللي كانت في البحرين طبعا بدعم الجماهير الراغبه في الحضور الى جمهوريه الامارات او عفوا دوله الامارات العربيه المتحده لحضور المباراه الافتتاحيه. كانت هناك بعض الشركات مشكوره اللي قدمت هذه المبادرات مثل شركه باتلكو وشركه طيران خليج وشركه بيت السفر وغيرها طبعا من الشركات اللي حاولوا يقدموا تسهيلات اي امور يحتاجها الجمهور للحضور الى الملعب. كذلك الاتحاد البحريني لكرة القدم اعلن بان الجماهير البحرينية الحاضرة الى دولة الامارات طبعا عبر سياراتها الخاصة او الاخوان المقيمين في دولة الامارات العربية باستطاعتهم الحضور الى الملعب، وستكون هناك بوابة خاصة للجماهير البحرينية وهي البوابة A30 و A31. هذه البوابتين طبعا راح يكونوا مخصصين لدخول الجماهير البحرينية، راح يكون احد ممثلين الاتحاد البحريني لكرة القدم عند هذا الباب يوفر التذاكر للجماهير البحرينية الراغبة بحضور المباراة واللي ما عندها تذاكر لحضور المباراة الافتتاحية. نعم محمد عبد الغفار المنسق الإعلامي لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم من العاصمة الإماراتية أبوظبي، شكرا جزيلا لك.